نوه الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية بعمق العلاقات البحرينية السعودية، موضحا أنها تزداد نموا ورسوخا بفضل توجيهات واهتمام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وعاهل البلاد المفدى وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله ورعاهما، مشيرا إلى أنها علاقات قوية ترتكز إلى عمق الروابط التاريخية والأخوية التي بناها الأجداد ويتوارثها عنهم الآباء والأحفاد بكل معاني الفخر والاعتزاز والتقدير. وأعرب الشيخ حمود آل خليفة عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا بالمزيد من النمو والتقدم والازدهار. وقال الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة أن هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا والتي نحتفل بها اليوم مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية تعتبر منبع فخر لنا جميعا لما تمثله من أبعاد وطنية تجسد الماضي المجيد بصورة الحاضر المشرق وتفتح الآفاق الواسعة أمام الطموحات الكبيرة لمستقبل أفضل الأجيال القادمة. وقال إن هذا اليوم التاريخي هو حصيلة جهود عظيمة وتضحيات كبيرة قدمها المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وأسفرت عن تأسيس هذا الصرح الشامخ وتوحيد البلاد في دولة واحدة قوية عزيزة راسخة الأركان تحت راية التوحيد المباركة. وأشاد السفير البحريني بما حققته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين بإذن الله من تطور وتقدم في مختلف المجالات في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين بما يحقق المزيد من الأمن والاستقرار للشعب السعودي الكريم، منوها بدور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مؤازرة جهود خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال رؤية 2030 وغير ذلك من المبادرات والمكتسبات الوطنية للوطن والمواطن السعودي. وأكد السفير البحريني أن ما بين البلدين الشقيقين من تطابق في السياسات والمواقف تجاه القضايا الثنائية والخليجية والإقليمية هو انعكاس ما بين القيادتين الحكيمتين من تفاهم وتعاون وتنسيق واحترام متبادل، مشيدا بمواقف المملكة العربية السعودية النبيلة الداعمة لمملكة البحرين في مختلف المجالات، مؤكدا أن البلدين الشقيقين بقيادتهما الحكيمتين يقفان سدا منيعا في وجه المؤامرات والمخططات التي تستهدف أمن واستقرار البلدين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي والإسلامي.